بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحقيقة. على مدار ساعة إلا قليلا هكون معكم أنا إنجي طاهر. بداية الحلقة النهاردة هنتكلم عن الحدث الأهم اليوم بالتأكيد، وهو افتتاح مدينة الدواء بالخنكة كواحد من أهم المشروعات القومية الواعدة اللي بتستهدف توطين صناعة الدواء في مصر، وبتستهدف كمان تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، وهو اللي بيتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، وبيمنع أي ممارسات احتكارية وبيضبط أسعار الدواء، وده بالطبع دعما للجهود اللي بتقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء النهاردة قال إنه المشروع بدأ التفكير فيه من 7 سنوات، واستغرق المشروع وقت طويل الحقيقة لعمل مصانع بأكفأ ما يكون وبشكل علمي متكامل. ولفت أيضا إلى أن صناعة مشتقات البلازما في مصر كان حلم خلال ال5 أو 6 سنوات الأخيرة، وأنه لم يكن متاح لأن التصنيع كان معقد وبحاجة لتكنولوجيا متطورة ومنظومة شديدة الأحكام والجودة، ليؤكد خلال 2 عامين بس أن المصنع هيكون موجود ومتاح. نستمع لجانب من كلمة الرئيس السيسي في هذا الشأن. المشروع اللي احنا بنفتتحه النهاردة ده بدأنا التفكير فيه من حوالي 7 سنين، وخد وقت كبير قوي، مش وقت كبير عشان يعني عشان ان احنا نطلع نعمل مصانع زي ما اتقال كده بأكفأ ما يكون وبشكل علمي متكامل، بحيث ان احنا في الاخر نقدر نقول ان الأدوية اللي بتنتج وهتخرج للسوق في مصر او لبرا مصر الجدارة بتاعتها عالية جدا جدا طبقا للمعايير اللي طرحت، سواء المعايير من منظمة الصحة أو المعايير الأوروبية أو أي معايير أخرى متقدمة. أنا بس عايز أقول لكم إيه، إحنا فاضل لنا في صناعة الدواء، يعني هما اتكلموا على البلازما دكتور مصطفى، وكتير من المصريين يمكن واحد نتكلم على موضوع مشتقات الألبومين أو مشتقات البلازما، يعني الموضوع ده كان حلم عندنا خلال 5 6 سنين فاتوا ان احنا يبقى عندنا صناعة مشتقات البلازما في مصر، والحقيقة ما كانش متاح لان ده تكنولوجيا متقدمة جدا وتصنيع معقد قوي وعايزة منظومة شديدة الاحكام والجودة يعني. لكن انا اقدر اقول لكم ان احنا ان شاء الله زي ما اتقال في التقديم ان احنا خلال 2 سنين هنكون، الشركة اللي جت قالت احنا محتاجين 5 سنين، مش كده؟ 5 سنين، وقلنا لهم لا احنا هنقدم لكم كل التسهيلات عشان نعمل نصنع مشتقات البلازما اللي احنا بنجيبه من بره، بنستورده من بره وهو مهم جدا داخل مصر. وللتعليق بينضم الينا هاتفيا دكتور احمد كيلاني رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركه المصريه الدوليه للصناعات الدوائيه ايبيكو. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم، مساء الخير. بدايه واحنا بنتكلم عن مشروع بالحجم ده وبالطبع ليه اهداف عظيمه جدا وبالطبع هيكون ليها تاثيرات كبيره على المدى القريب والبعيد على حد سواء، بدايه كلمنا عن ازاي ممكن المشروع ده بيزيد التعاون بين الدوله وبين القطاع الخاص، ازاي ممكن هذا التعاون يثمر عن تحول مصر لمركز اقليمي لصناعه الدواء؟ بدايه طبعا هذا هو برنامج رئاسي فخامة الرئيس وضعه من عدة سنوات، وبدأ في مثلة المبادرات الرئاسية 7 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام القريب الماضية، وكانت بارقة أمل للحياة لمئات الآلاف من المرضى وأمانة حياتهم الصحية، وكان صد حائط صد ضد الكورونا ولحقناها في 2019-2020. حقيقة الأمر المنظومة كمنظومة صحية كان في توجيهات من فخامة الرئيس بالرعاية الصحية بتشمل في المبادرات وعلاج المريض المصري وعدم احتياجه للدواء وحصوله على الدواء بسعر مناسب وفعال. وكان توجيهاته إلى وزارة الصحة في 2019-18 بالمبادرات الرئاسية بداية بالبرنامج، ثم مشروع التأمين الصحي، والحمد لله ماشي بخطوات وبيكمل هذه المنظومة بتوفير علاج للمريض المصري وعدم احتياج للاستيراد وتوفيره بسعر مناسب للمواطن اذا كان المواطن هتكلفه او الدوله بتقوم ب توفير الدواء للمواطن المصري. طيب يا فندم اتفضل.
لا شك عشان هذا البرنامج الرئاسي للرعاية الصحية للمريض من توفير مستشفيات من خلال نظام صحي متكامل ونظام تأمين وتقوم به وزارة الصحة بجهد مشكور عليه، وتوجيهات الرئيس المبادرات مما يستلزم علاج المرضى لتوفير الدواء، يجب برضو ننظر لمنظومة الدواء وكيف تطويرها في المرحلة الحالية. طبعا زي ما سيادتك عارفة ان احنا بنغطي في حدود 80-90% من الدواء، لكن في بعض الأدوية الأساسية غير متوفرة ونضطر ان احنا نستوردها من الخارج. واعتقد ان جائحة الكورونا خلت كل الدول يجب تفكر في الاكتفاء الذاتي، مما اكد ان التوجيهات الرئاسية كانت توجيهات صائبة في مكانها الصحيح، ان احنا من قبل حتى جائحة الكورونا من 4-5 سنوات بتوفير الانسولين سنة 2017-2018 ثم توفير الانسولين في شكل خراطيش عشان يواكب التوجه العالمي، ثم النهارده زي ما فخامه الرئيس اشار الى موضوع البلازما، وهذا المشروع كان بادئ من 6 سنين وبدانا ناخد فيه الحمد لله بعض الخطوات الايجابيه. طيب يا فندم، بالنسبة لهدف برضو غاية في الأهمية من إنشاء هذه المدينة، هذا المشروع الكبير، هو وقف الممارسات الاحتكارية، إيه آليات تنفيذ هذا الهدف؟ طبعا أي ممارسات احتكارية تنتج عن نتيجة العرض والطلب. مصر رائدة في منطقة الإقليمية، ويجب أن تتواجد وتوفير الدواء للمصريين وكذلك للدول الشقيقة إذا كان في الدول العربية أو الدول الأفريقية، فمن واجبنا توفير كل الإمكانيات لصناعة الدواء وتوفيرها إلى المواطنين، وبالتالي ده هيقلل أي احتكار لأن هيبقى فيه منافسة وفي توافر للدواء، مما يمنع أي أسلوب للممارسات الاحتكارية. فدي قيمة مضافة للاقتصاد المصري طبعا، بالإضافة طبعا هينتج عنه هذا التنافس إلى وصول الدواء إلى المريض المصري بسعر عادل ومناسب. طبعا أشكرك شكرا جزيلا ضيفي دكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية. هننتقل إلى نقطة أخرى في ذات المشروع، وهو مشروع كبير غاية في الأهمية وبالطبع ليه أبعاد كبيرة ومتشعبة وعديدة، وننتقل إلى الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بطب القصر العيني. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. دكتور، كلمنا عن يعني ازاي المدينه دي ممكن تصبح احد اذرع الدوله في الارتقاء بالمنظومه الصحيه في مصر بشكل عام. بص لحضرتك، يعني الدواء ده من بأمن قومي، من اخطر الاشياء في اي دوله، فكون الدوله توفر مكان تمتلكه الحكومه وتديره الدوله لصناعه الدواء، ده حاجة الحقيقة جميلة جدا. خلي بالك الدولة بتمتلك مجموعة من شركات الأدوية في مصر، لكن النسبة الأكبر للقطاعات الخاصة، واخد بال حضرتك؟ دي أول مدينة دوائية على أحدث طراز من الأجهزة والمكن والآلات والتكنولوجي لصناعة الدواء. فدي تعتبر طفرة فعلا فعلا هتفرق كتير جدا، لأن بعض الأدوية مواد الخام بتاعتها غالية جدا، والمستثمر أو صاحب المصانع القطاع الخاص بيبقى إلى حد ما يتخوف إن هو يصنع هذه الأشياء نتيجة التكلفة العالية والبروتوكولات المطلوبة فيها، لكن لما الدولة هي اللي بتقوم بيها وبتتكفل بيها فبتوفر حاجات كان الأول بنستوردها فتضطر إن تستعملها، وبالتالي تقدر توفرها في السوق المحلي، ودي حاجة الحقيقة هايلة، زائد إنها تدي فرصة لتصديرها إلى الدول المجاورة لينا في أفريقيا، دي طبعا تعتبر حاجة من الحاجات المهمة بالطبع، وهيكون ليها صدى كبير على الاقتصاد المصري الكلي على المدى البعيد وعلى المدى القريب. المفترض أنه منتجات هذه المدينة تنزل بشكل مباشر في الصيدليات المصرية في خلال وقت قد إيه يا فندم؟ حضرتك هو في خلال 3 شهور سجلوا 500 دواء، يعني الأدوية بتاخد وقت طويل جدا في تسجيلها، هم في خلال 3 شهور سجلوا تقريبا 500 دواء.
طيب القطاعات اللي ربما حظيت بتركيز أكثر خلينا نقول في إنتاجها من هذه الأدوية بتستهدف أنهي نوع من أنواع الأمراض؟ وده طبعا بيشير إلى دراسة صحة المواطن المصري بشكل عام. إحنا عارفين أنه نسبة كبيرة من المجتمع المصري عندهم أمراض مزمنة بعينها موجودة بشكل كبير في المجتمع. بص أقول لحضرتك حاجة، الدواء اللي موجود واللي مستخدم في التصنيع حاليا هيخدم قطاع كبير جدا من المرضى. والحاجة النقطة المهمة الأساسية كمان إن توافر هذه الأدوية، بعض الأدوية دلوقتي مش موجودة صحيح، إما نتيجة صعوبة الحصول على المادة الخام أو نتيجة غلو المادة الخام لما الواحد بيستوردها. المشكلتين دول مش هيبقوا موجودين لما الدولة بتعمل مدينة الدواء وتتولى هذه المسؤولية. طبعا ده إلى جانب مسألة الممارسات الاحتكارية اللي مع الأسف طبعا بالطبع هيكون ليها صدى سلبي كبير، وده من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع بالطبع. أشكرك شكر جزيل دكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والإدمان بطب قصر العيني على كل هذه المعلومات. ما زلنا في الحدث الأهم النهاردة وهو افتتاح مدينة الدواء كأحد أهم المشروعات القومية الواعدة، لكن خلوني أخذ حضراتكم لزاوية تانية. الرئيس السيسي وهو بيتكلم وبيقول ان دي حاجه بتمس مريض، يعني الحق في انه يجد الدواء الجيد وبسعر مناسب. نشوف الرئيس قال ايه في هذا الملف ونرجع نكمل. وزي ما احنا يمكن يعني دوله الرئيس ما قال والعرض اللي اتقال من الزملاء باختلافهم على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده او اللي احنا بصدد وجوده النهارده هنا، احنا بنتكلم في حاجه بتمس مريض. يعني حتى الإنسان السليم يعني ما عندوش مشكلة، لكن المريض بيبقى عنده مشكلة كبيرة قوي إن هو يعني يجد الدواء الجيد وزي ما تقال كده بسعر يبقى مناسب عشان تكلفته ما تبقاش تكلفة كبيرة، سواء على الدولة لو كانت بتقوم بإجراءات العلاج في التأمين الصحي أو على المواطن اللي هو ممكن يشتري دواء. يعني زي ما شفنا من كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بنتكلم عن حق من حقوق الانسان، يعني احنا النهارده مش بنقول هنصنع، لا ده احنا كمان بنوفر الدواء للمواطن بسعر كويس يناسبه، ودي نقطه غايه في الاهميه ليها ابعاد كثيره جدا جدا. في هذا الملف او في هذه النقطه تحديدا بينضم لينا الكاتب الصحفي استاذ اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اهلا وسهلا. بداية احنا هنا بنتكلم عن حق من حقوق الإنسان، حق يعني أساسي مكفول للكل بالطبع. خلينا نتكلم عن تأثير هذه القضية على المواطن المصري على المدى القريب. والله قضية الدواء قضية مهمة واحنا مهتمين بها من زمان، يعني أنا شخصيا اشتغلت في الملف ده على مدى سنوات. عارفين انه مصر كان فيها صناعه دواء، ولكن مع التسعينيات يمكن الدنيا تراجعت كتير لاسباب كثيره، ففكره مدينه الدواء دي كانت مطلب يعني تعتبر حلم من الاحلام، على اعتبار انه زي الرئيس ما اشار النهارده انه الدواء ده ممكن الانسان يبدل اكله او شربه او لبسه، لكن الدواء ما يقدرش يستبدله. اهم حاجه في المدينه دي في انتاج الدواء انه الموضوع مش بس مكاسب او مكاسب اقتصاديه، ده اولا بيوفر لنا خبره وتراكم وكوادر طبيه وكوادر علميه كبيره، والاهم هنا انه بيوفر سلعه استراتيجيه لا يمكن الاستغناء عنها، لانه احنا داخلين في سياق تامين صحي شامل في 100 مليون واكثر، يعني كل المصريين تقريبا خلال العشر سنين القادمين هيكونوا دخلوا منظومه التامين الصحي الشامل. بالإضافة إلى أنه الدواء زي ما قلنا يعني سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، ففكرة الدواء دي يمكن إحنا كمان قبل كورونا يمكن ما كانش حد منتبه قوي، لكن قبل يعني مع كورونا انتبهنا، وكان في تجربة مهمة جدا لمصر في السوفالدي وقرار تصنيعه في مصر وتوفيره بسعر أقل عشر الثمن يمكن أو أقل صحيح. واحد على 20 من سعره عالميا، لدرجة أن مصر كانت استطاعت مش بس العلاج كمان بتقدم العلاج للآخرين. ففكرة أنه توفير الدواء ده كان فعلا مطلب مهم،
وبعدين انه يبقى متوفر للمواطن بسعر معقول، انه مش بس فكره اقتصاديه او صناعيه، لانه احنا ده جزء مهم طبعا من الصناعه والاستثمارات، وانه مصر تبقى مركز. ده هينقلنا للحديث عن الشق الاقتصادي يا فندم في هذا المشروع. احنا بنتكلم عن انه هذا المشروع الضخم هيضم مركز اقليمي لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات عالميه اجنبيه تمهيدا للتصدير سواء للدول الافريقيه او للدول العربيه. ايه ممكن يكون تاثير هذه النقطه على وجه التحديد على الاقتصاد الكلي المصري على المدى البعيد؟ التجارة يعني الدواء، صناعة الدواء من الصناعات العالمية اللي بتتميز بحاجتين، بتتميز بالاحتكارية وبتتميز بالدقة والقدرات العلمية والبحثية المهمة. النقطة اللي انت أثرتيها دي نقطة مهمة جدا. أولا توفير الدواء زي الرئيس النهاردة ما أشار هو فكرة استراتيجية، بمعنى أن أنا موفر الدواء بسعر كويس للمواطن، ده في حد ذاته عائد اقتصادي واجتماعي في نفس الوقت. لكن كمان النقطة اللي أنت بتشيريها زي ما احنا قلنا إنه احنا عارفين إنه الأدوية نوعين. النوع اللي بيمر على الملكية الفكرية بتاعته 20 سنة احنا بنقدر ننتجه بدون ما ندفع ملكية فكرية، والأنواع الجديدة. الرئيس أشار لنقطة في غاية الأهمية، أدوية الأورام، أدوية الأورام دي مرتفعة السعر جدا، وتوفيرها هيبقى عائد مهم داخليا فيما يتعلق بالتصدير، لانه هي زي ما احنا بنقول سلعه احتكاريه وتنافسيه، لانه انتاج يعني اقامه مدينه على هذا المستوى من التقنيه والتكنولوجيا والخبرات الطبيه والعلميه هيدينا القدره على الجوده والرقابه والمتابعه، لانه كفاءه او فاعليه الدواء لما تبقى 100% دي قدرتها التنافسيه هتبقى عاليه جدا، وبالتالي فاللي احنا هنقدر نعمله انه هيوفر سلعه استراتيجيه احتكاريه موجوده في العالم، واحنا عارفين صناعه الدواء زي صناعه السلاح في العالم لها كثير من الاسرار والتفاصيل. طبعا. والنقطه المهمه هي صناعه الخامات الدوائيه، الخامات الدوائيه هي القاعده الاساسيه اللي بتنطلق منها صناعات الادويه، واظن انه مصر قطعت شوط مهم في التعاون مع الدول القادره على انتاج هذا الامر، ومصر لديها ميزات تفاوضيه كثيره فيما يتعلق بسوابق انتاج السوفالدي او انتاج الادويه او ما اشار اليه الرئيس بكواشف الكورونا، بالاضافه الى مشتقات البلازما اللي كان مفترض ان هي ستتم خلال سنوات ابعد، النهارده خلال سنتين. دي برضه نقطه مهمه لانها متعلقه طبعا ايضا بالادويه. ففكره انه يبقى مصر مصدر اقليمي او مركز اقليمي لصناعه وتصدير الادويه افريقيا وعربيا ويمكن عالميا، طالما انا عندي درجه ما من الجوده والفاعليه استطيع ان انا انافس في الاسواق، وبالتالي فده هيعمل قيمه مضافه وعائد استثماري يمكن توظيفه في التامين الصحي، يمكن توظيفه في التوسع في هذا الصناعة، خاصه انه الرئيس وجه دعوه لقطاع الاعمال يطور نفسه ويدخل في هذا السياق، والقطاع الخاص ايضا، لانه زي ما انا اشرت انه صناعه الدواء كانت خلال التسعينات مع اتفاقيه التجاره والملكيه الفكريه وغيره تأثرت والشركات ما كانتش طورت نفسها. وطبعا التعاون بين الدولة وبين القطاع الخاص هيكون ليه عامل مهم جدا طبعا في تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الدواء في منطقة الشرق الأوسط كلها. طيب يا فندم، في نقطة برضو غاية في الأهمية وإحنا بنتكلم عن تصنيع الدواء، هي نقطة آليات مراقبة الجودة. إيه هي الآليات دي؟ الحقيقة يعني خلينا نقول إن كان عندنا قاعدة مهمة جدا في صناعة ورقة الدواء، كان في هيئة الرقابة على الأدوية، دي كانت هيئة مهمة جدا ومستقلة تابعة يمكن لوزارة الصحة، ولكن إحنا عندنا دلوقتي في هيئة اللي زي على طريقة الـ FDA أو الهيئة الأوروبية لإقرار الأدوية، والـ FDA دي اللي هي هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. الحقيقة إنه بقى في هنا يعني هذه الهيئة بتتبع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وبالتالي فبتكون لديها درجة ما من الاستقلالية، انه بالفعل زي الرئيس ما اشار النهارده الادوية ما فيهاش هزار، وانه درجة الفعالية او الكفاءة، وبالتالي فالرقابة هنا بتقوم على اكثر من مستوى، المستوى التجريبي والانتاجي فيما يتعلق بالخامات وكفائتها وفعاليتها، وفي حاجه اسمها الاتاحه الحيويه، الاتاحه الحيويه دي اللي بتفرق دواء عن دواء، انه يكون اتاحته يعني بعد الحصول عليه ويبقى موجود في الدم بعد كام،
وقدرته على الانتشار، وعشان كده بنفضل. يمكن الرئيس اشار لحاجه مهمه، لما بنسمع انه الدواء الفلاني ده مستورد بنزعل، لانه ايه اللي يمنعنا من اننا نملك ده؟ واحنا عندنا قاعده علميه، وبصراحه هو كمان العنصر البشري هو العنصر الرئيسي فيما يتعلق بهذا الامر، لانه يتعلق بخبرات طبيه وخبرات علميه مختلفه. وده بالطبع هيكون ليه تاثير اكيد على تشغيل عدد كبير من القطاع العلمي في المجال ده بالطبع. متوفره من الهيئات الجديده اللي تم اقرارها، وبالتالي هتبقى قادره على انها تفرز وتراجع ده، لانه دي منافسه دوليه وما فيهاش، والدواء ما فيهوش كلام. فاظن انه كمان مصر قطعت شوط في هذا السياق بدرجه كبيره يعني. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، على كل ما تفضلت به من معلومات. الحقيقة أن مصر وخلال السنوات الأخيرة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح جدا اهتمامها بالقارة الأفريقية على مختلف الأصعدة ومع مختلف دول القارة. النهاردة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدولة الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات ومختلف المحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية متمثلة في شحنات ألبان أطفال علاجية ومقدمة من وزارة الصحة إلى جمهورية بوروندي. المساعدات دي بتأتي انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في المحن وفي الأزمات. الحقيقة هذا ملف غاية في الأهمية، خاصة في هذه الفترة من الاهتمام بالعلاقات الأفريقية، ولمزيد من التعقيب بينضم إلينا هاتفيا السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. معالي السفير، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية يا فندم، حدثنا عن دلالة إرسال المساعدات العسكرية دي لبوروندي في هذا التوقيت، خاصة أنه ده مش أول تعاون في مجال المساعدات الطبية، كان في كمان المستشفى المصري البوروندي تم إنشاؤه سنة 2017 على ما أتذكر في محافظة بوروري، وفي 20 طبيب مصري. هو مصر لديها عدد كبير بالنسبة للمساعدات الطبية التي توجه للدول الأفريقية موجودة في بوروندي، وعلاقتنا مع بوروندي منذ عهد الاستقلال قوية جدا. يجب أن نتذكر أن أول رئيس لبوروندي باجازا درس في الكلية الحربية المصرية وتخرج منها، كان حريصا على توطيد علاقات بوروندي مع مصر. ومصر تقريبا كانت أول دولة عربية وإسلامية يعني توطد علاقات دبلوماسية بعد الاستقلال سنة 62. صحيح، احنا كنا من اوائل الدول التي اقامت سفاره مقيمه في بوروندي، وهناك جاليه اسلاميه كبيره ومساعدات. اولا المساعدات المصريه لبوروندي لا تقتصر فقط على المساعدات الاخيره، ولكن هناك سلسله من المساعدات. اختيار الالبان الصحيه اختيار موفق، انا زرت بوروندي عده مرات ورايت ان حديثي الولاده في بوروندي يعانوا كثيرا من سوء التغذية، وأمهاتهم أصلا يعانين أيضا من سوء التغذية، فشحنات الألبان المخصصة للأطفال اختيار موفق، لأنه سيساعد كثيرا على تغذية الأطفال الرضع في بوروندي. بوروندي دولة مغلقة، أي ليس لها أي ساحل على البحر، السلع التي تصلها بتكلفة نقل عالية جدا، وأعتقد أن الشعب في بوروندي سيقدر كثيرا هذه الشحنة من ألبان الأطفال التي ستساعد على سد الفجوة في تغذية الكثير من الأطفال الرضع في بوروندي. طيب معالي السفير، واحنا بنتكلم عن الموقع الجغرافي لبوروندي، بنتكلم عن موقع مميز في شرق افريقيا، كلمنا اكثر عن ابعاد العلاقات المصريه البوروندية واهميتها على المستوى الافريقي مش بس على المستوى الثنائي. بوروندي دوله هامه في تجمع وسط افريقيا التي تقوم بالتشاور فيما بينها لاتخاذ مواقف موحده بالنسبه للقضايا الاقليميه. يجب ان ناخذ في الاعتبار ان رئيس بوروندي الحالي كان في زياره لمصر منذ حوالي اسبوعين، وعقد مباحثات مثمره جدا مع الرئيس السيسي الذي اعلن استعداد مصر لمساعده بوروندي في كل المجالات.
بوروندي لها سفراء مقيمه في القاهره، ونقدم منح دراسيه عديده للدراسه في الجامعات المصريه واكاديميه ناصر العسكريه. صحيح. والجامعات المصريه المختلفه، الى جانب مجموعه الاطباء الذين ارسلتهم مصر في نطاق المستشفى المصري، فان هناك ايضا اساتذه للجامعات في جامعه بوجمبورا اللي هي عاصمه بوروندي. فكل هذه يصب في مصلحه العلاقات المصريه البولنديه، وايضا اعتقد انه يؤدي الى صدى في الدول المحيطه في بوروندي التي لا تتاخر مصر عن تقديم المساعدات لهم في الوقت المناسب. اولا مصر تقدم مساعدات لدول افريقيه عديده، بالرغم من اولا يجب ان احنا نقص الاعتبار ان مصر ليست دوله غنيه، ولكن تخرج عن من الدول التي تقدم مساعدات عطوائية إلى غالبية الدول الأفريقية. أعتقد إذا لم أكن مخطئا أنها الدولة الأفريقية الوحيدة التي تساعد الدول الأفريقية الأخرى. طيب يا فندم، في برضو نقطة غاية في الأهمية، وإحنا بنتكلم عن العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، حضرتك بتشوف مستقبل العلاقات دي؟ خلينا نتكلم على المدى القريب، خاصة مع التحركات المصرية الأخيرة زي ما حضرتك ذكرت بالاهتمام بعدد كبير من الدول الأفريقية، بالإضافة طبعا لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية. حضرتك شايف مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية في الفترة اللي جاية هتبقى عاملة إزاي؟ جزء كبير من الشعب البوروندي بيعتقد ان اصله ياتي من مصر، لان البورونديين يعيشون على رعي البقر، وشاهدوا البقر اللي عندهم توجد صور تقريبيا مماثله على جدران المعابد المصريه القديمه. في نوع من السمبثي، التعاطف مع الحضاره المصريه القديمه، ويقدروا جدا كل المساعدات التي قدمتها منذ اول جمهوريه انشات في بوروندي. بوروندي دوله زي ما دوله مغلقه كانت تبع الاستعمار البلجيكي الالماني قبل كده، وبعدين بلجيكا بعد الحرب العالميه الاولى استولت على بوروندي والكونغو الديمقراطيه، وكان هناك حكم يعني غير رشيد في بوروندي. فشعب بوروندي يقدر كثيرا ارتباطاته مع مصر، وهناك تشاور بين البعثات المصريه في الامم المتحده في نطاق الاتحاد الافريقي، الزيارات التي يعني لا يوجد رئيس جمهوريه لبوروندي الا وزار مصر. صحيح. واجرى مباحثات مع القاده، وكان الزياره الاخيره الناجحه لرئيس بوروندي الحالي والمباحثات المثمره جدا التي عقدها مع الرئيس السيسي حول ليس فقط حول مساعده بوروندي، ولكن استعراض حتى في العلاقات الثنائيه وابعادها والملفات السياسيه والاقتصاديه المشتركه. اشكرك حضرتك شكرا جزيلا السفير احمد حجاج الامين العام المساعد الاسبق لمنظمه الوحده الافريقيه على كل المعلومات دي الحقيقه، وعلى ايضا الخلفيه التاريخيه اللي حضرتك امدتنا بيها. بنتكلم عن حدث عالمي آخر غاية في الأهمية في إطار الاحتفال به، وهو الحدث الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مرورا بشارع كورنيش النيل. تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت 3 أبريل من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8:30 مساء، حيث تقرر غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 من أكتوبر وكوبري 15 مايو، ده إضافة إلى غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة، كذلك غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءا من كوبري قصر النيل وحتى منطقة الاحتفال، بالإضافة إلى غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة وطريق مصر حلوان في اتجاه ميدان أثر النبي، وغلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد اللي بتؤدي إلى ميدان أثر النبي. أيضا من الأماكن اللي هيتم إغلاقها محطة مترو السادات من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، وهيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة.
الحقيقة أن مصر بتقطع النهاردة أشواط كبيرة في اتجاه أنها تتحول لتكون مصدر للطاقة، ويمكن إحنا استطعنا أن إحنا على سبيل المثال نحقق اكتفاء ذاتي من الغاز ونصدر بفضل الاكتشافات التي يتم التوصل لها. التقرير التالي هيسلط الضوء على زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال وجهود الدولة في التحول لمركز إقليمي للطاقة. تزداد أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وبديل صديق للبيئة للوقود التقليدي، يمكنه دعم وتشغيل الحركة الاقتصادية. وتقدم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال أداء قويا رغم تداعيات أزمة كورونا، فقد بلغت الصادرات المصرية من الغاز المسال 9 شحنات شهريا، وقد أسهم مصنع دمياط للغاز المسال بزيادة تصل إلى 12.5 مليون طن منذ بداية العام الحالي. وقد ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بإجمالي 1.6 مليار متر مكعب لتصل إلى نحو 17 شحنة خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنة ب6 شحنات خلال الربع الأول من نفس العام. مصر ضبطت الديناميكيات كلها بتاعت الاستيراد والتسييل والتخزين والحاجات دي بصورة بحيث أنها بقت تقدر تنافس في الأسعار في المنطقة، فعندنا بنصدر للأردن، نصدر لبلاد عربية، نصدر في بعض الصادرات بيروحوا إلى آسيا، وفي إنتاج من قبرص ومن إسرائيل لو يعملوا بنية تحتية تكلف تكاليف عشرات المليارات من الدولارات، فبيستخدموا التسهيلات اللي عندنا. فكل الديناميكيات دي خلت مصر هي البلد اللي بيشار لها بالبنان بالنسبة لأن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وسيعزز تشغيل مصنع دمياط للإسالة من وضع الصادرات المصرية من الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية وجعلها مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط. وتعد مصر من الدول القليلة التي تمكنت من الصمود أمام انتشار فيروس كورونا، خاصة في مواجهة تداعيات الجائحة على قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي على وجه التحديد. مصر بالفعل تبوأت مكانة مركز إقليمي لتداول الطاقة في المنطقة بفضل إمكانياتها، بفضل الإمكانيات اللوجستية والإمكانيات الإمكانيات الإنتاجية لديها، وبالتالي مصر هي أصبحت نقطة الجذب لجميع دول المنطقة، هي نقطة الجذب الأولى لتوريد فائض إنتاجهم من الغاز الطبيعي لتصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، وبالتالي مصر تبوأت المكانة الطبيعية لها كمركز إقليمي لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط. والعالم كله بينظر وخصوصا الاتحاد الأوروبي بينظر إلى مصر نظرة موضوعية بشكل كبير، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تستطيع إمداد أوروبا بشكل تدفقي مستمر وبكميات كبيرة جدا. وفي القريب العاجل أنا في القريب العاجل بعد ربط العديد من الحقول للدول المجاورة بمصر هيزداد حجم الصادرات المصرية من الغاز المسال لأوروبا، وذلك نتاج استراتيجيات الدولة المصرية التي نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها للغاز الطبيعي. في موضوع آخر إنساني هو اضطراب طيف التوحد، وهو عبارة عن حالة بترتبط بنمو الدماغ وبتأثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، وده بيتسبب الحقيقة في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي. أيضا التوحد مرتبط بالتفاعل والتواصل، وده بالطبع بيحتاج إلى زيادة وعي من الأمهات لعلاج ذوي هذه الإعاقة وضمان عدم انتكاسهم في مجال الدمج وتأخر العملية التعليمية لديهم، ودي نقطة غاية في الأهمية الحقيقة. يعتبر يوم 2 أبريل من كل عام هو اليوم اللي بيحتفل فيه العالم باضطراب طيف التوحد، واللي دعت منظمة الأمم المتحدة العالم للاحتفال به منذ عام 2008 لتسليط الضوء عليه وزيادة الوعي به نتيجة للتزايد المضطرد في أعداد المصابين به. خلونا نعرف أكثر عن إعاقة طيف التوحد من ضيفتي أمينة طراف، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية. أهلا بك يا أستاذة أمينة. بحضرتك. بداية يا فندم، اضطراب طيف التوحد زي ما حضرتك قلتي هو اضطراب طيف التوحد من الإعاقات الخفية لأنه ملوش أي ملامح فسيولوجية، هو اضطراب نمائي عصبي بيعمل ضعف في التواصل سواء اللفظي أو غير اللفظي، وكمان بيتسم بسلوكيات متكررة.
وده حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية بيصيب شخص كل 160 شخص، وبتكون الإصابة 5 أضعاف الذكور من الإناث. وهو بترجع الإصابة لعدة عوامل. العلم ما توصلش لسبب واحد للموضوع ده، ولكن بيكون في استعداد جيني وبتحفزه العوامل البيئية. طيب أستاذة أمينة، يعني كلمينا عن الخطوات المتخذة من الوزارة لزيادة الوعي بهذا المرض، بالطبع مع تزايد عدد الإصابات مع الأسف. اضطراب كيف التوحد هو إعاقة في الحقيقة، مش مرض، لأن المرض بيبقى له علاج، الإعاقة بيكون لها تأهيل. وزارة التضامن الاجتماعي احتفالا باليوم العالمي لاضطراب كيف التوحد، في طبعا المبنى عندنا معمول له الإنارة بالأزرق لزيادة الوعي والتضامن مع قضايا الأشخاص ذوي التوحد. ده بالإضافة النهاردة عملنا ندوة داخل الوزارة تحت رعاية معالي الوزيرة دكتورة نيرين القباز، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، استضفناها هنا في الوزارة، وكان عندنا رئيسة الجمعية ومؤسستها الأستاذة مها هلالي كمتحدثة، وأيضا الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو المجلس القومي للمرأة، وأيضا هي برلمانية سابقة. ده بالإضافة إلى الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية تكنولوجيا المعلومات. وتناولنا اليوم عدة محاور، منها التحديات الموجودة في العمل، وأيضا أهمية زيادة الوعي وتسليط الضوء على قضية الأشخاص ذوي التوحد، لأن زي ما أنا قلت قبل كده هي إعاقة خفية، فيجب على المجتمع أنه يبقى عارف عنها وعن خصائصها ليتعامل معها. ولما بيكون المجتمع عنده وعي كافي بالقضية بيكون في سهولة كبيرة جدا للدمج الأطفال والأشخاص ذوي اضطراب كيف التوحد. وزارة التضامن بتعمل على كذا محور لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي اضطراب كيف التوحد بصورة خاصة. هنتطرق يا فندم لنقطة التمكين والدمج المجتمعي، ودي نقطة برضو أساسية ومحورية لما بنتكلم عن هذا الملف، ولكن استوقفني حاجة حضرتك ذكرتيها أثناء كلامك، وهي أنه طبيعة هذه الإعاقة أنه هي إعاقة غير ظاهرة أو إعاقة خفية. في هذا الشأن يعني كلمينا عن جهود الوزارة في مسألة الكشف المبكر عن هذه الإعاقة. جهود الوزارة، أولاً الوزارة بتستثمر بشكل كبير في بناء القدرات المؤسسية والبشرية، ده علشان التشخيص مبدئياً أو التقييم الوظائفي، ده اللي احنا قمنا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتدريب أكثر من 700 شخص في مكاتب التأهيل، ومكاتب التأهيل هي المنوطة بتقديم عدة خدمات منها استصدار كارت الخدمات المتكاملة. قمنا بتدريبهم لأن زي ما أنا قلت لحضرتك هي إعاقة خفية، فبيكون من الصعب قوي التقسيم الوظائفي بتاعها، وإن الواحد يعمل عنها الأساسمنت بتاعتها. والقانون الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي كانت بتلعب دور كبير قوي فيه، وتحت توجيهات معالي وزيرة التضامن تم استصدار اللائحة التنفيذية له، عمل فصل بين الإعاقة الذهنية وإعاقة اضطراب كيف التوحد، لأن الإعاقة اضطراب كيف التوحد ليهم قدرات مختلفة وأيضا ليهم احتياجات مختلفة. وأيضا ده برضو تم من خلال اللائحة أنه حتى الفورمة اللي بيتعامل بيها التقييم الوظيفي بقت مختلفة وتتناسب مع قدراتهم وخصائصهم. ده بالنسبة لدور الوزارة في أن احنا بنحاول نوعي كمان العاملين، لأن العاملين هم اللي بيقوموا بتقديم الخدمات، وهم اللي بيقدروا يوعوا العاملين عندهم بخصائص هذه الإعاقة وبكيفية تقييمها وظيفيا. ده بالإضافة إلى جهود الوزارة من خلال الرائدات المجتمعيات ان هم ينشروا الوعي في عن التدخل المبكر للإعاقة. طيب يا فندم، واحنا بنتكلم عن التفاعل مع ذوي التوحد، ازاي ممكن الام تكتشف، يعني عن طريق طبعا الجهود التوعويه دي نقطه، بس النقطه الثانيه هل في اعراض بعينها ممكن تظهر عند الطفل في البدايه، وخاصه انه كمان حضرتك صححي لي لو المعلومه دي غلط، انه في نسبه الاكبر من المصابين بهذه الاعاقه من الذكور. صح حضرتك، المعلومة صحيحة زي ما قلت لحضرتك، 5 أضعاف نسبة الظهور للذكور عن الإناث.
وفي طبعا حاجات الام تقدر تعملها. اولا الاعاقه دي ممكن تكتشف من سن 6 شهور، وده في طرق كتير قوي. اولا وعي الام بمراحل تطور الطفل حاجه مهمه جدا. يعني مثلا لو الام لقت ان هي مثلا اثناء الرضاعه ان ابنها مش بيتواصل معاها بالعين ومش بيتواصل معاها كتير، ده مؤشر. واحنا بننصح الامهات ان هي تتوجه لشخص متخصص في الحاله دي، حتى لو ناس كتير قوي تقول لك لا الام دي بتبالغ، ما هو هيتكلم، ما هو هيتواصل معاكي، ما هو هيضحك لك، ما هو هيبص لك، ما فيهاش حاجه. ان احنا يعني نطمن احسن من اما نكتشف الاعاقه دي متاخر، لان كل ما الواحد اكتشف الاعاقه دي بدري وعمل على التدخل بيها بدري، ده بيزيد من فرص الطفل في الدمج في المجتمع والدمج في التعليم، وايضا انه مع تاهيله مبكرا ده بيساعده اكتر في حياته وبعد كده في العمل وفي التعليم وفي التواصل مع الاسره والمجتمع. طب يا فندم، وحضرتك بتتكلمي عن الدمج في المجتمع، ودي نقطة أساسية برضو كنت حابة أتطرق ليها. إزاي ممكن يتم توفير بيئة عمل مناسبة لذوي التوحد، خاصة وأنه الشركات العالمية في الخارج في منها نسبة كبيرة من الشركات بتحتوي على 75% تقريبا من ذوي الإعاقات وخاصة مرض التوحد؟ إزاي ممكن يتم توفير بيئة عمل سليمة لذوي التوحد؟ انا زي ما قلت لحضرتك التوحد طيف، فهو فيه خصائص كتير قوي موجوده في هذا الطيف، هو مش بتبقى اسطمبه واحده، بس في طرق كتير قوي ممكن نوفر بيها بيئات داعمه ودامجه، زي ان احنا في تطبيقات تكنولوجيه كتير جدا، وفي التدريب برضو للعمل حاجه مهمه جدا. ولما بتكلم على التطبيقات التكنولوجية هتطرق هنا للتكنولوجيا المساعدة، لأن التكنولوجيا المساعدة دي حاجة مهمة جدا أنها تكون موجودة، خاصة أنه مع تطور العلم بقى فيه تكنولوجيا مساعدة بتساعد الناس أنها تعمل حاجات كتير قوي وتمارس حياتها بشكل طبيعي، زي مثلا في أبليكيشنز بتساعدهم على العمل بطريقة معينة، في لابتوبس مجهزة مثلا على سبيل المثال ناطقة وبينزل عليها تطبيقات معينة وصديقة للأشخاص ذوي اضطراب في التوحد. وبالأجهزة المساعدة ده مش بس في بيئة العمل، ده بتساعده في لأنه لما هو يبقى مدمج في المجتمع وحياته بيعرف يقوم بكل الحاجات فيها، يقدر بالتالي يبقى مدمج في العمل. وبرده في ظل الجائحة شفنا انه بقى في ساعات عمل مرنة وبيئات عمل مرنة، ولما تدخلت التكنولوجيا بشكل كبير ده ساعد كتير من الأشخاص ذوي اضطراب في التوحد للدمج في بيئات العمل. إزاي يا فندم، وحضرتك ذكرتي نقطة أزمة كورونا مع نقطة التكنولوجيا، إزاي أثرت أزمة كورونا على ذوي اضطراب طيف التوحد، خاصة وأنه زي ما حضرتك ذكرتي في ساعات عمل مرنة، نقطة أخرى أيضا هي التعلم والعمل عن بعد؟ في الواقع أزمة كورونا خاصة على فئة الأطفال، لأن ذوي اضطراب طيف التوحد بيكون متعودين على حاجة اسمها الروتين اليومي، يعني هو عارف ان هو بيصحى هيعمل 1 2 3، هينزل يروح مثلا المؤسسة التعليمية اللي بيروحها او الجمعية الاهلية اللي بيروحها او ايا كان النشاط اللي هو بيعمله، وان هو مش دايما، يعني في كتير من الاطفال مثلا من ذوي اضطراب ما بيحبوش حاجة تلمسهم او الروائح القوية، فمثلا التعقيم المستمر واللبس الماسكات ده كان بيضايق بعض الاطفال ان ما كانش كتير منهم. وبرضو أثرت على موضوع الروتين اليومي، لأن هم برضو هتلاقي كانوا أكيد بيسألوا أمهاتهم، وطبعا شكر خاص لجميع الأمهات لأن هم اللي بيشيلوا معظم أعباء رعاية الأطفال، خاصة أن هم كانوا خط دفاع الأول وقت الأزمة، وخاصة أطفال الأشخاص ذوي الإعاقة، أن هم كانوا مش عارفين حتى يقولوا لهم طب الأزمة دي هتخلص ونرجع لحياتنا تاني إمتى. بس الحقيقة أن تحت توجيهات معالي الوزيرة دكتورة نيفين القباج أعدنا العمل تاني في الجمعيات الأهلية اللي بتعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن ده كان حاجة مهمة جدا ليهم ولتنمية قدراتهم، لأنه لما انقطع الروتين إن هم يفضلوا قاعدين طول اليوم في البيت أو قاعدين ما بيعملوش الحاجة اللي هم متعودين يعملوها، ده بيأثر كمان على نفسيتهم بالسلب وبيأثر على تأهيلهم بالسلب. فكون إن بعض الأنشطة إن ما كانش معظمها رجع تاني بإجراءات احترازية عليها مراقبة ومتابعة بصورة دورية،
ده الحقيقه افاد الاطفال جدا والاشخاص ذوي الاعاقه ان هم يقدروا تاني ينزلوا يعملوا الانشطه بتاعه التدريب للعمل والتدريب المهني، وان هم يقدروا تاني يعيدوا يدخلوا تاني جوه العمل والمذاكره والتعليم والانشطه. دي حاجه مهمه جدا ليهم علشان يقدروا يبقوا محققين ذاتهم وما يتضايقوش، يعني لان هم برضو لما الواحد بيبقى متعود انه يعمل حاجه كل يوم بيتضايق جدا لما بتنقطع عنه، خاصه كمان لو هو عنده هذا الاضطراب بيكون مش فاهم هو ليه حصل كده ومتضايق ان هو مش عارف يرجع تاني لحياته اللي هو متعود عليها. طب يا فندم ازاي ممكن الاهالي ان كان امهات او ابهات او اخوات الشخص المصاب بطيف التوحد ممكن يتعاملوا معاه علشان يسهلوا اندماجه في المجتمع والتعامل مع الاشخاص، خاصه انه في الكثيرين من المصابين بطيف التوحد بيواجهوا مشاكل في التعامل مع الاشخاص، في الاصوات العاليه، في الحوار مثلا، ازاي ممكن الاهالي يتعاملوا يمكن بشكل ما يسهل شويه الدمج المجتمعي؟ طبعا دي نقطه مهمه جدا وحضرتك بتتطرقي، دي احد اهم النقط ودي بتندرج برضو تحت الوعي المجتمعي والوعي الاسري، لان الوعي الاسري هنا مهم جدا. يعني في زي ما قلت لحضرتك اولياء امور ما بيحبوش، يعني ما بيحبوش يقولوا انه اولادهم عندهم اضطراب طيف التوحد او بيبقوا مقتنعين ان هم لما الطفل ساعتها كان في حاجه في اللمائي بتاعه مش ماشيه مع التطور بتاع الطفل ما بيروحوش يسألوا. فهم لازم يسألوا، لأن هم لما هيسألوا هيعرفوا خصائص هذا الطفل وإيه اللي هو محتاجه وإيه الاحتياجات بتاعته، هيعرفوا يتعاملوا معاه أحسن. هو الواحد ما بيعرفش يتعامل مع الحاجة اللي هو مش عارفها، صحيح، بس لما بيعرفها وبيفهم عنها وبيطلب الدعم النفسي أو الدعم اللي هو محتاجه بيتعلم وبيعرف هو ذات نفسه يبقى سفير للتغيير. يعني أنا الحقيقة خالة لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد، و يعني كانت رحله ان احنا كلنا كاسره قررنا ان احنا نتعلم مع بعض ونفهم مع بعض، لان الدعم الاسري حاجه مهمه جدا للطفل وكمان علشان يساعد الطفل ان هو يواجه المجتمع. تحياتي طبعا لحضرتك، يعني ده مش دور سهل ابدا ودور محوري وهام جدا. طيب واحنا بنتكلم عن الاكتشاف المبكر واحنا بنتكلم برضو عن دور الامهات، مين الطبيب الاكثر ربما مساعدة للأم في المرحلة دي؟ لما حضرتك ذكرتي نقطة أنه الأم بتلاحظ بعض العلامات عند الطفل منذ سن السادسة يعني الشهر السادس، تتوجه لمين؟ أنسب حد ممكن يلحقها أو يساعدها في احتواء هذه النقطة قبل ما تتفاقم؟ هو عادة الأمهات بتكون بتتابع مع طبيب للأطفال، وبعدين في اطباء متخصصين في الحاجات النمائيه خاصه، وبرده بيكون هام جدا انه بيبقى فيه مش شرط يبقى طبيب بس بيبقى فيه اخصائيين متاهلين لان هم يعملوا التقييمات اللازمه لمعرفه الطفل فين على في المراحل النمو، هل هو ماشي مع المراحل متناسبه مع سنه. يعني مثلا في امهات بتروح تسال طبيب الاطفال مثلا انا ابني عنده كذا ولسه ما اتكلمش، فيقول لها لا انت لسه عندك لا لسه تمام، احنا في الوقت ده تمام، ممكن كمان تبتدي تقلقي من الوقت كذا. فلازم الام تبقى دايما متابعه الخطوات دي وتكون بتتابع بشكل دوري مع طبيب الاطفال او في القرى والريف مع الوحدات الصحيه. ضروري جدا ان الامهات تكون بتعمل الزيارات الدوريه للوحدات الصحيه علشان تتابع، وانه الام ما تستهونش زي ما حضرتك قلتي باي علامه مهما كانت صغيره لدى الطفل. يعني. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ضيفتي امينه طراف معاون وزيره التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعيه، الحقيقه ملف غايه في الاهميه وحضرتك افدتينا جدا جدا في هذا الملف. وبهنا نوصل لختام حلقتنا، تقبلوا مني ومن فريق العمل كل التحيه، الى اللقاء.